يقول: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. هذا أيضا كما تقدم معنا يعني فيه نوع من السفه. لو واحد عفوا وجمع ذباب وقال أنا ببيعه، أو جمع بعوضا وقال أنا سأبيعه، هذا فيه نوع من السفه، ولا يجوز أن يقر على بيعه إلا إذا كان فيه نفع معين. فرض قالوا مثل الذباب بيشتريه مختبر، وهذا المختبر فرضا يجري عليه دراسات معينة ويأخذ كذا وكذا للنفع، هذا ما في بأس. أما أن يشتريه هكذا للعبث فهذا سفه. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه يحجر عليه في ماله ولا يؤذن له بالتصرف فيه. يقول: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. أيضا الذي نفعه محرم كما ذكرنا في السابق، بيع المخدرات، بيع كذا، هذا كله لا يجوز للإنسان أن يبيعه. الشيء اللي فيه نفع جائز حتى لو ما كان شيء عيني. يعني لو واحد قال لك: أنا عندي براءة اختراع ببيعك إياه، قلت: إيش؟ عطني إياه في يدي. قال: لا ما أعطيك في يدك، لكن أنا أفرض ما سجله براءة اختراع، عنده اختراع في ذهنه، قال لك: أنا عندي فكرة لتطبيق يحمل في أجهزة مثلا الآيفون والجالكسي وغيره، هذا التطبيق يخدم المرأة اللي تربي عيالها الصغار، وأعطاك فكرة معينة فعلا الناس يحتاجون إليها. كما أن مثلا في تطبيق الآن لو واحد أراد أنه يطلب طعام من المطعم، في السابق تتصل بالتلفون على المطعم، الآن في تطبيق تضغط لك زرين وتسدد ويجيك الأكل، ما يحتاج تروح المطعم ولا تتصل بالتلفون. التطبيقات اليوم والبرامج تطورت. فلو جاك واحد وسولف معك وقال لك: شوف أنا عندي فكرة، ما هي الفكرة؟ كذا وكذا وكذا. قلت: والله هذه فكرة رائعة، وأنا عندي شركة وعندي مبرمجون وعندي تقنيون ممكن يشتغلونها. فقلت له: لا لا أأذن لك، تسرق فكرتي تعطيني قيمتها. هل يجوز أن يبيعك كذا كلام؟ نعم يجوز. هالكلام ما جاء أو ما باع سواء مثلا لو ماتت شات، فجاءوا ماتت الشات خلاص لحمها ما يجوز أكله، فجاءوا وسلخوا الجلد ودبغوه، يعني وضعوا عليه ملح وقرض وأشياء تزيل عن عفونة الموت، وغسلوه وباعوه، يجلس عليه الواحد ولا كذا، هذا جائز ما في بأس. أما أن تباع الميتة هكذا فلا. طيب، اليوم في كليات الطب يحتاجون إلى شراء جثث لتشريحها وتدريب الطلبة عليها، وأحيانا تكون هذه الجثث جثث آدميين، وغالبا تستورد من بعض البلدان غير المسلمة، وفعلا الطالب يعني ينظر في الشرايين وينظر في الأوردة ويتعلم الطب عليها. هذه ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، فهل يجوز أن تشترى في مثل هذا الحال؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم يعني من بحثي المسألة، أن الأصل الشيء الذي فيه نفع متعدي يجوز شراؤه. فهو لما يأتي ويشتريها هو ما يشتريها كجثة، يعني عفوا هو ما قال: أنا اشتريت جثة فرضا لاعب الكرة فلان، فواضح أن اشتراها لذات الجثة، ما اشتراها لأجل مثلا يشرحه ويشوف عضلات، اشتراها لأجل أن يقال إن عندي جثة فلان فرضا. وهذا لا يحصل عموما، أنا أضربه كمثال ترى، ولأنه ما يحصل. قال مثلا والله كلية الطب اشترت جثة، هل هم المقصود الجثة نفسها أم المقصود ما يترتب عليها؟ المقصود ما يترتب عليها من نفع، والجثة هذه نقلها إليهم بمال وإحضارها وكتابة مثلا الأوراق لها وإنهاء معاملتها ووصولها ونحو هذا كله يكلف مال، فهم يدفعون القيمة بقيمة ليس لأجل شراء اللحم والدم، لا، بقيمة التكاليف التي تحيط بها. قال والله المستشفى أخذ علينا مثلا 10,000، وقيمة الشحن 10,000، والشركة اللي مهتمة بهالموضوع مثلا أخذت 10,000، والأطباء اللي يفحصون الجثة قبل ترحيلها، تكون جثة ما تصلح للتشريح،
أخذوا أيضا مثلا قيمة 10,000 وعلى ما توصلكم والثلاجة اللي أحضرت فيها بقيمة كذا. طيب كم التكلفة النهائية؟ قالوا التكلفة النهائية 100,000. تفضلوا هذه 100,000 وأحضروها عند طلابنا يعني يتدربون عليها. فمثل هذا الحال جائز بهذه الطريقة. طيب أيضا لما تكلم أهل العلم عن الميتة وبيع الميتة تكلموا عن الحيوانات المحنطة، هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة أم لا يجوز؟ الحيوانات المحنطة تنقسم إلى قسمين، أما الحيوانات المذكاة الحيوان يطهر بتذكيته، جاء واحد عند غزال وصاد الغزال بسم الله الله أكبر وذكاه، ثم فرضا فتح بطن الغزال وطلع الأحشاء، هم يفعلون هكذا في التحنيط، طلعون الأحشاء الداخلية، مربما يخلون العظام ونحو اللي تحمي الجلد، أما الكبد والمعدة ما لها داعي تبقى وهو بحنطه، فإذا أخذها طلعها أكلها مثلا جائز، يأكل كبده ويأكل كذا جائز، ما هي غزال يعني مأكول اللحم ومذكى شرعا، فيضعون في داخله ما يضعون من أشياء للتحنيط، وعندهم مواد كيميائية عموما تمنع عفونة الموت عنه وعلى الرأس ونحوه، ثم يأتون ويخيطون الرأس مرة ثانية ويرجع الغزال كأنما هو حي ترى، فهذا له حكم. الشيء الثاني الحيوانات غير مأكولة اللحم مثل الأسد، أحيانا تلقى لك أسد محنط للبيع سواله قيمة وقدرها، نمر محنط للبيع، هل يجوز هذا أن يشترى ويباع؟ هل يجوز أن تشتريه؟ هل يجوز أن يبيعه أيضا أم لا؟ أما المذكات فلا بأس فيها على قول أكثر أهل العلم، والذين منعوا منها أقصد المذكات مأكولة اللحم مثل غزال مثلا محزينة وتتزينون بها ويخلق ما لا تعلمون، ولذلك كان حتى الصحابة إذا أراد يشتري الناقة يشوف الناقة اللي شكلها أجمل من غيرها ويشتريها لأنها نوع من الزينة، وكما أنك لما تشتري سيارة لو يأتيك سيارة شكلها أجمل من الثانية اشتريت السيارة التي فيها نوع من الزينة، فالقول بأنه لا نفع فيها هذا يناقش فيه، بل فيها نفع النظر إليها وتجميل البيت بها كما أجمله بالستائر وربما المزهريات وأجمله بمثل هذا، فلا بأس في الحيوانات مأكولة اللحم أكثر أهل العلم على الجواز. بقي غير مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم أسد محنط فرضا أو نمر أو ما شابه ذلك، أو صقر، صقر غير مأكول اللحم، واحد حنط لك صقر وعطاك إياه ما أجمل من شكله، أو نسر وجاء أهداه إليك أو أراد أن يبيعه عليك، هل يجوز أن تشتريه أم لا؟ أيضا لهم في ذلك أقوال، والذين منعوا من هذا قالوا إنه أصلا نجس، يعني هو أصلا سبع لا يطهر يعني بالنحر، يقول نعم لكن أيضا هو لمسه لا ينجس وبقاؤه في البيت لا يطرد الملائكة، ما جاء فيه نص كما جاء في الكلب ونحوه، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن كلها جائز سواء المحنطة من مأكولة اللحم أو المحنطة من غير مأكولة اللحم، حتى لو كانت من السباع ونحوه، الذي يظهر بعد بحث المسألة أنه لا بأس فيها، إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يعني يغالي في أثمانها، تجد الواحد ربما لو تقول له بنصلح مكيف في المسجد ما يكلف 500 ريال تبرع لنا 500 قال لك لا، وربما يذهب ويشتري له شيء محنط 5,000 يضعه في بيته، هذا نوع من الإسراف. أما من كان لا يحصل منه إسراف أو لو أهديت إليك، اتركك من مسألة اشتريتها، أهديت إليك أحد جاء وأعطاك نمر محنط أو هر محنط قطو قال لك تفضل هذا هدية وشكله جميل وهذا هدية محنط، الصحيح والله تعالى أنه لا بأس فيه وهو نوع من الزينة، وهو أيضا ليس مضاهاة لخلق الله، أنت ما وضعت تمثالا صنعته، أنت خلق الله تعالى جئت به وعملت له طريقة كيميائية أذهبت عنه عفونة الموت بس، إنما يطلع ريحة وينتفخ وكذا، أخرجت أحشاءه وصنعت له شيئا وبالتالي
لا بأس أن يعني أن يتخذ في مثل هذا. كرتون، قال بيعك اللي فيها الكرتون يلا بكم؟ 100 ريال. يمكن يكون جوال ب5000 أو يكون لعبة طفل بريالين، ما هو بشغلك. هذا كله لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال ولا مجهول كالحمل، ولا مجهول كالحمل. أيضا الشيء الذي مجهول، الذي الحمل الذي بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، يعني أن عن بيع حبل الحبلة، أنك تبيع الحمل الذي في البطن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. فهذا كله أيضا من يعني ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شراءه لما فيه من الغرر. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، واجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.